السلام عليكم. النهاردة هشتغل معاكو ديكوباج للمبتدئين. أنا هنا أسست الخشب. أنا بشتغل بأسس بسانيتون، هو وسيطه زيتي يعني، بس ما بينشف ممكن أشتغل عليه أكريليك عادي. هنا بحط لزق على الإطار من جوه عشان احافظ على نظافته. عملت ده وهعمل التاني برضو في تكة واحدة. هوبا، اهو باين ليكم. برضو انا بشتغل من ورا يعني عشان يبقى الشغل نظيف، بس في الحتة اللي فاتت دي كانت مش عاملة لاخرها. مش مشكلة، لما ألون اللون الأخير هغطي. استخدمت اللون اللي هو الزيتي ده، بحاول طبعا أحط حبة صغيرة عشان ما يتفضلش كتير ويترمى. هلون، بحاول برضو استخدم اللي هو بنزوم اللي هو ان انا ادق يعني على الخشب بحيث ان اللون يدخل في الحتت اللي هي القيمات. ولونت التاني برضو. جبت الأكريليك الأبيض، بالنسبة لي بحب استخدم اللون الكبير، بيبقى عندي دايما اللون الكبير لأن بستخدمه أكتر حاجة يعني، بخلط بيه ألوان كتيرة. قرفني وهو بقفله وأنا وهو بفتحه برضو. هستخدم اللون اللي هو السكارلت الأحمر، أكريليك برضو. بعد كده كل الشغل أكريليك عشان ينشف بسرعة ما ياخدش وقت طويل. هو بس التأسيس اللي بأسس بيه السانيتون. في ناس بتستخدم جسو، ممكن أعمل لكم برضو حلقة بعد كده اللي هو بديل الجسو، وقولولي لو عايزين أجرب معاكم حاجة تانية. ده اللون اللي هو البينك. كده بشتغل فرشة على الناشف، انا ولا حطيتها في مية ولا اي حاجة، يدوب بس بمشي على القيمة من فوق. انا غلطت هنا بس في ان انا اشتغلت البروازين مع بعض، فابتدى الاولاني اللي انا حطيت عليه اللون ينشف، بس عالجتها يعني. بس كان الاحسن ان انا اشتغل كل واحد وامسح بقى بالوايبس على حسب الدرجة اللي انا محتاجها. انا قعدت امسح كتير، هو ده يعني مش صح. المفروض ان انا كنت بعد ما حطيت اللون كنت المفروض ان انا امسح على طول. انا بحاول طبعا اطفي النور بحيث ان انتوا تشوفوا، الاضاءة مش موضحة قوي برضو. يعني هو تعبني بصراحة وانا بحاول امسح، يعني كانت حركة غبية مني. التاني كل ده سايباه يعني، اللي هو برضو هيتعبني في ان انا امسح. خدت بقى من اللون اللي هو الزيتي تاني، وحطيت عليه ابيض برضو اكريليك.
الجبنة الكيري ظهرت اهي، بس دي مش جبنة كيري، انا حاطة جواها جبس. بخلط اللونين مع بعض، لما بخلط بحط شوية شوية من اللون على الابيض لحد ما اشوف الدرجة اللي انا محتاجاها. بعد كده حطيت حبة صغيرة من الجبس على اللون اللي انا خلطته عشان يغير اللون ويديني احساس ان هو الحاجة قديمة. وانا بقلبه طبعا يعني كان ناشف شوية، محتاج تحط شوية مية عشان يمشي اللون شوية. برضو بحاول كده أدقدق في حتت واسيب حتت، واخدت فرشة ناشفة وسفنجة برضو. هي الموضوع مفهوش رولز، يعني انت ممكن تشتغل بالحاجة اللي انت مرتاح لها. في اللي الناس بتشتغل بالمدقات، انا بشتغل بفرشة عادية اللي هي الكامل العادية، هنا بوريكو برضو. وطبعا ما تنسوش الجوانب، يعني مش الشغل كله يبقى فوق والجوانب ايه اكنك ما فيش حاجة، لا تحاول تخدم الشغل كله. هنا بعد ما نشف خالص حاولت اخد مقاس البرواز من جوه عشان اعرف اقص الورقة عليه بالظبط. ممكن تستخدم ورق جرايد، مش لازم ورقة يعني بيضة، يعني اللي متاح عندكو اشتغلوا بيه على طول، ما تخلوش حاجة يعني توقفكو وتقولوا لا مش عندي. الشكل البيضاوي اهو على قد البرواز من جوه، دي طباعة الوان، واهم حاجة تبقى طباعة ليزر، دي اهم حاجة. لان انا مرة اشتغلت او ما قلتش للراجل ان انا عايزة اطبع الورقة ليزر وطبعتها حبر، وللأسف الألوان كلها ساحت، فلازم طباعة ليزر. قصيت منها الشكلين دول وبتأكد ان هما ينفع يدخلوا جوه. ده غير اوكي عادي جدا. بحاول اوزعه جوه، ولازم احط مية عشان ما يبقاش مكلكع او تخين في حتة وواطي في حتة، لا بحاول اوزعه. واهم حاجة، اهم حاجة لازم تاخدوا بالكم منها الاطراف، لازم تاخدوا بالكم من الاطراف.
ده ستنسل، ستنسل شفاف، حاولت برضو اقص على قده لان كانت طبعا الورقة الاي فور كبيرة جدا عليه، كانت مضايقاني وانا بضغط على الشغل واطلع الهواء اللي تحت الصورة. وطبعا يعني موضوع الستنسل اللي فوق الورق ده حاجة ضرورية جدا، ما ينفعش احاول اطلع الهواء من غير الستنسل علشان ممكن تقطع معاك الصورة. باخد بالي طبعا انا البرواز عايزة في انهي اتجاه، يعني برضو خليكم مركزين في الحاجات الصغيرة دي لانها بتبقى عكننة جدا لو محدش مركز كل حاجة بقى بتضيع. هنا بليت برضو الورقة عشان ما تكرمش معايا ولا تضايقني. طبعا مية نظيفة مش المية اللي بنحط فيها الفرش. كل ما يعني عملتوا شغلكم بمزاج كل ما هيطلع حلو، لازم تبقوا مركزين كويس جدا. يعني هنا بدور على الستنسل اللي انا قصيته مش لاقياه، اهو لقيته الحمد لله. اهو لازم اهو بصوا، بحاول بقى ايه اضغط من جوه من النص لبره. اهم حاجه الاطراف، بتبقى شكلها وحش قوي لو الاطراف مش موجوده. انا ما رضيتش طبعا هنا اقوم بنشفه، ما رضيتش اطلع جزء من الورقه من ورا، في نسبه زي ايه بتصنفر الورقه من ورا بحيث ان الورقه تبقى خفيفه قوي. انا مش محتاجه ده لان انا مش هدمجه مع حاجه تانية، يعني هي الصوره كلها هتكون ماليه البرواز، فانا مش محتاجه ان انا اخفف الورقه من ورا ولا اي حاجه، بس ممكن اوريها لكم في فيديو تاني لوحدي. بحاول انشف الجلو او الغرة، اي نوع غرة هينفع، ما توقفوش نفسكم على حاجة. بعد ما نشف هستخدم الكراكلي عشان يبان انه قديم، اللي هو التو ستيبس من كادنس. في ناس بتستخدم الكراكلي ده غلط، ده ستيب 1 ماشي. لو انا هستخدم ستيب 1 مثلا بالطول فاستخدم ستيب 2 بالعرض والعكس، المهم ان الاتنين يبقوا في اتجاهين مختلفين، لان في ناس بتستخدموا الاتنين في نفس الاتجاه وده غلط. انا بحبه قوي الكراكلي ده في الشغل، بحبه جدا جدا. ما تخافوش طبعا الصورة ما باظتش ولا حاجة، ده بعد ما بينشف بيبقى شفاف عادي جدا. انا يعني بحب استخدمه وما بحبش بدايل فيه خالص. وبرضو جايبة اللي هو النوع التاني اللي هو بيعمل تشققات في الالوان، لان ما بحبش برضو استخدم الغيرة فيه. بنشف الاول الطبقة الاولا اللي هي الستيب 1 دي، ولما يشد شوية يعني ما ينشفش 100%، يعني يبقى مشمع زي ما بيقول.
هستخدم اللي هو step 2 منه. ايوه مش هستخدم في نفس الديتيل، هستخدم بالعرض، هو اخف شويه من step 1. بحاول بقى انشف عشان يظهر التعريقات اللي في اللي هتطلع من الكراكلي. طبعا سبته ينشف خالص على مهله. بحاول اوريكم بس مش باين اي حاجة الحقيقة، هيبان لما يتلون. في ناس بتستخدم البني اللي هو السيناء، وفي الامبر او اللون الغامق والفاتح، وفي ناس بتستخدم الاسود، بس انا بفضل اللي هو اللون الغامق. اكريليك عادي يعني، في حاجات ليها بدايل، لكن وفي حاجات انا بحب استخدمها من المنتج اللي بيتباع، فممكن تستخدمه عادي الوان اكريليك متخففة. عشان يدي احساس ان الحاجة قديمة. انا بليت السبونج بحاول ما احطش لون كتير، بس عشان ايه ما الدنيا ما تبوظش مني. بحاول بقى اعملها بشكل دائري. ليه؟ لان بتبقى فيه حتت غائره وحتت اللي هي اللي فوق وتحت يعني، فانا بحاول ادخل اللون في الحتت اللي هي اللي تحت. طبعا هو مش باين اي حاجه في الكاميرا، هصور لكم الشغل في الاخر عشان تشوفوا النتيجه. او بحاول ايه اعملها بشكل دائري. وكل واحد طبعا ايه واللي هو حبه، عايز يتقله وعايز يخففه. اهو هنا طبعا غمق مني جدا، بس انا همسح كل اللي فوق ده تاني. دي اللي انا استخدمتها بالبني، ودي نظيفة، انا ما عملتش فيها اي حاجة. بحاول بقى امسح ايه الحتت اللي فوق، بحيث ان يفضل عندي بس الغائر هو اللي لونه بني، الخطوط اللي هي الغائرة تبقى لونها بني. برضو مصممة اوريكو وما فيش اي حاجة باينه، ولا اي حاجة باينه، هوريها لكم في الاخر ان شاء الله. ده برضو عملت نفس الخطوات اللوحة التانية. لو انا عايزة اتقل فانا بسيبه مثلا بين
الطبقة الأولى والتانية يجفوا، وبعد كده أعمل تاني درجة لون بني. هنا مثلا بتقل تاني، ما كانش عاجبني مثلا ان البني خفيف او مش واضح، فحطيت بني تاني وعملت نفس الخطوة. وبالقماشة النظيفة بمسح الحتت اللي فوق، لما باجي ادخل الالوان بدخلها بشكل دائري، ولما بمسحها بمسحها بشكل ستريت. هنا ابتدت تبان شوية، وهوريكم في الآخر الصور عاملة ازاي.